اكتر حاجة ممكن نعملها بالشيب تويننج ان احنا نغير حروف او جمل، لان الحروف والجمل لما بتتغير بيبقى شكلها حلو وممكن نتحكم فيها في فريمز قصيرة، يعني مش محتاجين حاجات كتير قوي او محتاجين فريمز كتير جدا عشان نعمل حاجة صغيرة. تعالوا نبص ازاي نعمل شيب تويننج للحروف. هصغر ده، فتحت واحد تاني، اقول له شو اول، تمام، وهختار التكست تول، هكليك بيها في مكان فاضي. زي ما انت شايف البروبرتي تحت، لما بتختار تكست البروبرتي تتغير، تمام. هنختار ستاتيك تكست، هتعرف يعني ايه ستاتيك تكست بعد كده، لان في حاجات تانية زي دايناميك تكست والانبوت تكست، دي حاجات هتعلمها كمان شوية. ده نوع فونت تايمز نيو رومان، تمام. ده السايز بتاع الفونت، هنختار سايز كبير شويه، نخليه مثلا 53 55. اوكي، المود ده انت ممكن تكتبه بايدك، يعني ممكن بدل 55 تخليها 66. اوكي، الكلر بيتغير، تمام، والبولد والايتاليك والحاجات اللي هي زي بتاعت الوورد بالظبط موجوده، تمام. هكتب اسمي، ده اسمي هشام، تمام. هاجي عند فريم 30 هنا، وهدوس F6 يعني انسرت كي فريم، تمام. يعني هنا عندنا هشام وهنا عندنا هشام، لكن دي غير دي انا هكليك عليها كده، تمام، وهغير الفونت سايز بتاعها، خليه مثلا 44، وهخلي الفونت بتاعه مختلف، او نوع الفونت بتاعه مختلف. عايز ادور على فونت يكون ماشي، ده كويس. اوكي، لو جيت هنا وعملت شيب تويننج، تمام، شيب تويننج زي ما انت شايف في علامه تنبيه اهي، العلامه الصغيره، تمام. والخطوط بتاعتنا زي ما كنت بقول لك قبل كده، التوين بيبقى السهم بتاعه ديل وراس، معنى ان السهم ديل وراس ان التويننج ده فعلا كويس، يعني هيتم من اول مرحله لاخر مرحله كويس. لكن اللي احنا شايفينه هنا ان كل حاجه اختفت من على الستيج، وهنا ادي اول واحده وهنا ثاني واحده. طيب هدوس كنترول وزد، تمام، انا شلت التويننج ورجعت اللي انا كنت بعمله. طيب هدوس هنا على اول واحده وادوس بره كده، هسلكت وادوس بره وادوس كنترول واي، تمام، وادوس كنترول وبي. كنترول وبي يعني بريك ابارت. بريك ابارت اول حاجه بيعملها ان هو قسم لي الكلمه دي لحروف. ادوس كنترول وبي تاني قلبهم لي شيبس، editable شيب، عشان تتاكد ان هم editable شيب، تمام. هكليك على واحده فيهم، ادي اهي ده الشيب بيتعمل له editing. بس كنترول وزد، ده فعلا شيب. لو هنبص كده على ده، تمام، ده مش شيب خالص. لو كليك سلكت في الفاضي كنترول واي كنترول وبي، هقسمهم لي حروف. كنترول وبي تاني قسمهم لي حروف شيبس، تمام. طيب لو انا جيت هنا وقلت له شيب توين زي ما انت شايف اهو، تمام. طبعا لان الكلمتين واحد وكل المختلف فيهم هو الحرف، هو الفون سايز والفون كولر، تمام. يعني انا لو سلكت عملت سلكت دول كده كده وغيرت الكولر بتاعهم للبلو ده، تمام، بمجرد ما هرجع كده، اوكي كنترول وانتر، زي ما انت شايف بتتغير كده، تمام. طيب في حاجه تانية نسينا نقولها قبل كده، ان احنا لو انا عايز انقل الكلام ده من هنا احطه هنا، تمام، بص بدايه ونهايه. طيب انا عايز الاثنين كانوا فوق بعض فعلا
يظهروا في مكانهم فوق بعض، فانا عايز انقلهم الجزء ده من الستيج الجزء اليمين تحت. تمام، هدوس كنترول وزد. اوكي طبعا كنترول وزد مش عايز يرجعها، عايز يرجع لي الاوبجكت مكانه. اوكي طيب كده انا غلط، عايز اصلح الغلطه بتاعتي. طيب نمسح الزرار ده اللي هو edit multiple frame. لما تكليك على edit multiple frame هيظهر لك الاثنين كوتس دول. الاثنين كوتس دول معناهم ان هو دلوقتي بيعرض الفريمات المتاحه في كل داكت، يعني اول واحده هنا ثاني واحده هنا. طيب هسلكت دي تمام، وهاجي احط دي هنا تمام، واوسع برضو الكود الثاني. لا لسه شويه كده عظيم. هقفل الايديت مود تاني تمام، وتست كده فعلا اهي بتشتغل. دلوقتي بقى مطلوب منك ان انت تعمل حاجه صغيره قوي، اكتب اسمك واعمل له بريك ابارت، وبعد كده روح على فريم 20 اكتب حاجه تانية او جمله تانية، او مش مهم تكتب اسمك، اكتب حرفين بس اتنين، وابتدي اعمل اللي انا عملته وشوف ايه اللي هيحصل، ارتجل لحد ما تطلع حاجه كويسه، وبعد كده ارجع للدرس تاني، اشوفك الدرس الجاي.